السيدات والسادة، السلام عليكم جميعا، وسعيد بأن أكون معكم في هذه الأمسية لنلقي نظرة سريعة على الحساب الختامي للدولة للعام 2013. الحساب الختامي لا شك له أهمية كبيرة جدا، كونه يظهر ما قامت به الحكومة خلال سنة مالية كاملة. فالحساب الختامي من خلاله بإمكاننا تقييم إنجازات الحكومة وبيان مدى تحقق أهداف الميزانية، وأيضا بيان المركز المالي للدولة. والحساب الختامي هو أيضا أداة للرقابة على أداء الحكومة وكفاءتها وإنتاجيتها. ومن خلال الحساب الختامي بإمكاننا التعرف على التجاوزات التي تمت على الاعتمادات المالية المذكورة في قانون الميزانية. طبقا للمادة 113 من دستور 2002، فإن الحساب الختامي يقدم في الخمسة الأشهر الأولى أو الخمسة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية إلى مجلس النواب ثم إلى مجلس الشورى، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل مجلس مشفوعا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية. السنة المالية تنتهي كما هو معروف في 31 ديسمبر من كل عام، وعليه فيجب صدور الحساب الختامي قبل 31 مايو من كل عام. ما الذي نلاحظه في الحساب الختامي لعام 2013؟ من الأمور المهمة جدا التي نتعرف عليها هو مسألة النمو الاقتصادي، لأنه سيكون بمثابة مقياس لمدى نجاح الحكومة في الحصول على الإيرادات وتنميتها من أجل تمويل الميزانية وتمويل المشاريع. بهذا الخصوص نعرف بأنه قبل أيام قليلة أصدر صندوق النقد الدولي بيانا تفصيليا، صدر ذلك في 18 يونيو من هذا الشهر، وتحدث عن المؤشرات الحالية لاقتصاد البحرين. على الرغم من أنه يعني طبعا نسبة النمو التي أعلنت عنها البحرين كانت 5.3%، إلا أن هناك تخوفا لدى الصندوق من أن الناتج المحلي قد يشهد تراجعا إلى 2.5%، فقد يكون هو الأبطأ في هذه المنطقة الحيوية والهامة من العالم. نسبة النمو التي تحققت في العام 2013 هي نسبة جيدة بدون إشكال، قياسا على الوضع الذي سبق هذه المرحلة والتراجع في النمو. ولكن هذا النمو كان بسبب الأداء الجيد في السوق النفطية، فالظروف لعبت لصالح المنطقة، فهناك ارتفاع في أسعار النفط عالميا، وأيضا الإنتاج
نما على بعد أن حصل بعض العثرات في العام 2012. إلا أن النشاط غير النفطي، يعني إحنا واقعا إذا أخذنا النشاط في الجانب النفطي هناك نمو كبير في الوضع في البحرين، ولكن النشاط غير النفطي لم يسجل إلا في حدود 3%، يعني النمو فيه فقط في حدود 3%، وهذا يعكس ضعف في ثقة المستثمر في هذه السوق. ومن هنا لا شك بأن البحرين كانت حينما نافست دول الجوار وتحديدا دبي والدوحة كانت تعرض البيئة الاستثمارية، تعرض الإنسان البحريني كشخص متعلم ومقبل على العمل ويرغب في العمل. لا شك أن الظروف السياسية التي تمر فيها البحرين من العام 2011 تجعل المستثمر يتريث قبل أن يأتي إلى البحرين في مثل هذه الظروف. نلاحظ بأن الحساب الختامي يظهر أن المصروفات المتكررة قد نمت بواقع 13%، فالمصروف ينمو بهذا الحجم الكبير، ولكن الإيرادات لم تنمو إلا بنسبة 2%، وطبعا هذا خلل، وصندوق النقد الدولي لفت نظر البحرين إلى معالجة هذا الخلل. الإيرادات النفطية تراجعت عن 2012 بنسبة 3%، على الرغم من أن يعني في 2012 حدث توقف مؤقت للإنتاج في حقل أبو سعفة، إلا أن وجدنا الإيرادات الفعلية للنفط أقل مما سجلت في العام الماضي، وبقت مساهمة الإيرادات النفطية في الميزانية عالية جدا، وهي في تزايد عام بعد عام. في عام 2013 وصلت مساهمة العائدات النفطية إلى 88% من إيرادات الميزانية. ويجب الالتفات إلى نقطة هامة، وهو أن إيرادات حقل البحرين يتم خصم تكاليف المصفاة مباشرة من الإيرادات، وتكاليف المصفاة عالية جدا، يعني نتحدث عن 3,600,000,000 دينار، لو وهذه بدون إشكال هي من الإيرادات النفطية، يعني خصم هذا المبلغ، فكأنما هو يتم تقليل مبلغ إيرادات حقل البحرين. وعليه لو أضيف كامل إنتاج حقل البحرين لعل النسبة تكون أعلى بكثير، يعني نسبة مساهمة النفط في الميزانية تكون أعلى من 88 وستكون في التسعينات. نقف أمام معضلة الحكومة دائما كانت تتحدث عنها وكانت تحاول الحد منها، وهي التنامي في مصروفات القوى العاملة. القوى العاملة سنويا هناك نمو كبير جدا في هذه المصروفات، وفي عام 2013 نمت عن 2012 بمقدار 8%، ولكن إذا قسمنا هذا النمو، يعني واقعا كل إذا نظرنا النمو في الإنفاق على القوى العاملة البحرينية وغير البحرينية،
الأرقام تظهر بأن النمو في خلال سنة واحدة بالنسبة للقوى العاملة غير البحرينية، وأنا أتكلم عن الحكومة لا أتكلم عن القطاع الخاص، نمت بمقدار 30%. فهناك نمو كبير في الإنفاق على القوى العاملة غير البحرينية. أما بالنسبة للقوى العاملة البحرينية فالنمو لم يتجاوز 5.8%. في هذا المجال أيضا الحساب الختامي يطرح بعض الأرقام ولا وجود لشرح لها. فالمكافآت للضباط العسكريين من غير البحرينيين بلغت 8,600,000، أما تكاليف السكن بالنسبة للأجانب فبلغت 13,700,000. إجمالا نرى بأن مصروفات القوى العاملة تكلف يعني بالضبط هي 50% من مجموع الإيرادات النفطية. فبمعنى أن كل يعني بالسعر الحالي الموجود الذي يعني وصلت إليه السوق ممكن أن نقول بأن من كل برميل نفط تقريبا نحتاج حاليا إلى في حدود $55 حتى ندفع للقوى العاملة. طبعا هذا الشيء غير صحي في التخطيط لأي اقتصاد. الآن البحرين لكي تفي بالتزاماتها المالية ويعني كل يعني اعتماداتها بحاجة أن يكون سعر النفط في حدود $125، بينما في عام 2012 كانت بحاجة إلى أن يكون سعر النفط $119. إذا انتقلنا إلى موضوع آخر موضوع مهم جدا وهو موضوع الأملاك الحكومية الذي أثير كثيرا من قبل، الحساب الختامي يشير بأن مجموع الإيرادات من كل الاستثمارات والأملاك الحكومية كانت فقط 17,500,000، ومثل هذا الرقم لا يليق بدولة، يعني استثمارات دولة فقط في حدود 17,500,000. لعلنا نجد شركة متوسطة تكون إيراداتها من استثماراتها تتجاوز مثل هذا المبلغ. نذكر بأن الذراع الاستثمارية لمملكة البحرين وهي شركة ممتلكات أصولها تبلغ 3,800,000,000 دينار، فمن مجموع هذه الأصول الهائلة لا تحصل البحرين إلا يعني لم تحصل خلال 2013 إلا على 17.5 مليون. للمقارنة في العام 2007 كانت الاستثمارات أو يعني الحكومة حصلت على 78 مليون دينار من مجموع استثماراتها. فهنا بدل أن يكون نمو في الاستثمارات غير النفطية نجد انكماش وتراجع. بخصوص الخدمات الاجتماعية الملف الإسكاني لا شك له أهمية كبرى. كان هناك نشاط كبير خلال السنتين الماضيتين، فحسب الحساب الختامي يتحدث عن إنشاء 40,000 وحدة سكنية، وأنه تم تخصيص $2 مليار أكثر من $2 مليار بقليل، أي ما يعادل يعني المبلغ 820 مليون دينار للمرحلة الأولى من هذا المشروع. وهناك مرحلة ثانية، التصور لعل هذا كله له علاقة بالمارشال الخليجي لأنه يتحدث عن $1.6 مليار، فهذه مبالغ كبيرة هي جزء من يعني المشاريع أو هي أهم المشاريع التي انطلقت 2013. إلا أننا نلاحظ يعني إذا تركنا يعني بعض هذه الأرقام
ورجعنا إلى الأرقام التي يعني من ضمن المصروفات الحكومية، نلاحظ بأن المشاريع تراجعت عن 2012. نسبة الإنفاق في المشاريع تراجع، ف يعني كان 200 مليون دينار في 2012 الإنفاق، تراجع إلى 125 مليون دينار. هذه هي المبالغ التي أنفقت من الاعتمادات المالية. طبعا حتى ال 125 مليون هو أقل من المبلغ يعني الرقم المعتمد، والذي كان 153 مليون دينار للمشاريع. نظرة سريعة يعني بالنسبة إلى هذه شأن الإسكان، أما وزارة التربية والتعليم لم تحصل أو لم يتم إنفاق إلا 10 ملايين دينار فقط على المشاريع، وبنسبة تنفيذ 58%، لأن المبلغ المعتمد كان 17 مليون دينار، تم إنفاق منه فقط 10 ملايين دينار، فهذه النسبة تعتبر متواضعة، خاصة إذا لاحظنا أن الإنفاق في بعض الجوانب يرقى إلى 90% أو ما شابه. مصروفات المشاريع كانت في 2013 476 مليون دينار، في 2012 كانت 848 مليون دينار، فهناك تراجع كبير من 2013 إلى من 2000 يعني 12 إلى 2013. ومن الأرقام المعتمدة يعني يتضح بأن الحكومة لم تنفذ إلا في حدود 56% من المشاريع، لذلك تراجع العجز. يعني العجز الذي أعلنوا عنه في الميزانية كان 833 مليون دينار، بسبب الضعف في تنفيذ المشاريع تراجع إلى 410 ملايين. الآن نصل إلى نقطة الشفافية في الحسابات. الشفافية طبعا هناك دائما ضغط من قبل المعارضة في بخصوص عدم الإفصاح عن مصروفات الديوان الملكي. الحساب الختامي لا يظهر أي مصروف للديوان الملكي، وهذا يشكك في الإيرادات، لأن كل مصروف هو مقابل يعني إيراد، يوجد إيراد فيوجد مصروف، فإذا كان مصروف لا يذكر فلا بد أن هناك إيرادات لم تذكر، فمن أين هذه الإيرادات وفي أي جانب تم يعني إخفاء هذه الإيرادات؟ عليه نقول بأن هذا يعني يشكك في مدى الشفافية التي يعني ممكن أن يتصف بها الحساب الختامي. تعلمون بأن في الفصل التشريعي الأول 2002 ل2006 والفصل التشريعي الثاني للبرلمان 2006 ل2010 النواب رفضوا اعتماد الحسابات الختامية بسبب هذه النقطة، طلبوا معرفة مصروفات ديوان الملكي قبل أن يقروا الحساب. لم تفصح الحكومة وبقت وظلت هذه الحسابات دون إقرار. نصل إلى موضوع مدركات الفساد. البحرين تراجعت في مؤشر مدركات الفساد، أصبحت الآن في المرتبة 57. في العام الماضي في يعني لما نتكلم عن 2013 نزلت إلى المرتبة 57، إن شاء الله راح أنتهي. في العام الذي سبقه كانت في المرتبة 53،
وإذا رجعنا إلى 2011 كانت في المرتبة 46، فهناك تراجع في هذا المؤشر الهام، والذي لا شك يعني تعلمون بأن بعض من أكبر القضايا الفساد يعني أثيرت على مستوى عالمي، موضوع قضية ألبا ألكوا، وأيضا من قبل ما أثير حول قضية أملاك الدولة. فهناك الكثير من القضايا التي قد تجعل يعني بعض الجهات المراقبة للوضع في البحرين تشعر بأن الشفافية هي في تراجع. بسرعة نقول بأن الحساب الختامي يؤكد فشل المسعى الحكومة في تنويع الاقتصاد، فلا زال الاقتصاد يعتمد اعتمادا كبيرا على النفط. الدين الحكومي بلغ 5 مليارات و400 مليون، فنسبة النمو فيه عالية جدا 28%. هناك يعني بالمقارنة في 2005 كان الدين 617 مليون، فعلى مدى 8 سنوات زاد الدين العام يعني 8 مرات نتكلم، فيعني خصوصا في السنوات الأخيرة واقعا أصبح يزيد تقريبا بمقدار مليار دينار سنويا. الخطورة في الدين العام بأن الاستدانة هنا ليس للتنمية، ليس لمشاريع تنموية بحيث يمكن أن يكون هذا شيء إيجابي، ولكن هذه الاستدانة هي من أجل تمويل العجز في الميزانية، فيتم الاقتراض من أجل تسديد نفقات متكررة، ويتم الاقتراض من أجل أيضا دفع قروض حل أجلها. أكتفي بهذا المقدار، الحمد لله.